مساء الخير. في بادئ الأمر أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد وهن هاد جميع المتتبعين بصفة خاصة لطلبهم العلم في المجال القانوني، سواء فيما يتعلق بالمعرفة والعلم. ونستمر في مواضعنا فيما يتعلق بالدراسة والالتحاق بالتكوين المهني في مستويات التقني المتخصص ومستوى التقني ومستوى التأهيل ثم مستوى التخصص، بالإضافة إلى البكالوريا المهنية. وفي هذه الحصة بالضبط غنتكلم على التقني المتخصص، مستوى التقني المتخصص في شعب بيع السيارات وقطاع الغيار. هو كي تعتبر التقني المتخصص في بيع السيارات وقطع الغيار هو مهني متعدد المهارات، مسؤول عن تسويق السيارات وقطع الغيارات، ومكلف أيضا بالأنظمة الميكانيكية للسيارات بعد التدريب. وكيصبح الترشح ديالو قادرا على أداء الأنشطة فيما يتعلق بصيانة مركبات السيارات بشكل دوري، والإصلاح وصيانة نظام الهيدروليكية، أيضا صيانة أجهزة النقل، ومراقبة عناصر وأشكال العجلة، مراقبة وإصلاح أنظمة النكابح، الإصلاح وصيانة هيكل السيارات، بالإضافة إلى تحليل سلوك المشتري، ثم ضمان الجودة في خدمة الزبناء، وتقديم منتوج جد أو تلك الخدمة أو النظام، ثم البيع في المتجر وإدارة المتحصلات، ثم تطبيق تقنيات التسويق وترويج منتوج أو خدمة أو النظام. ومن أهم شروط القبول ديال هاد الشعبة ديال بيع السيارات وقطاع الغيارات، كنت دائما كنتكلموا على مستوى تقني متخصص. يجب أن لا الحد ديال السن ما يفوتش 26 سنة للحاصلين على البكالوريا، وبالنسبة للحاصلين على الإجازة ما يكون السن ديالهم يفوت 30 سنة. وبصفة عامة، الحد الأدنى للمستوى المدرسي المتطلب هو بكالوريا علمي أو تقني، ويمكن للتقني التجاري في بيع المركبات وقطع الغيار ولوج عدة مناصب في الشركة، مثل مستخدم ديال استقبال، عامل ديال المخزن، تقني في البيع، وكيل الضمانات، ولا يمكن لإنشاء واحد الشركة خاصة في بيع السيارات وقطع الغيار. إذا هذه مجموعة ديال المعلومات تتعلق بمستوى التقني المتخصص في شعبة بيع السيارة وقطاع الغيار، و سأعيد لأن واحد العدد يلا بدا كيتحقق، سأعيد واحد ملخص. يعني أنا تكلمت في هذه الحصة على مستوى التقني المتخصص في بيع السيارات وقطاع الغيار، وقلت انه كيدم من بعد التدريب ديالو اللي كيدير، كيصبح هذا المترشح اللي كيدير واحد التدريب كيكون قادر على اداء الانشطه من صيانه مركبات السيارات بشكل دوري، واصلاح وصيانه النظام الهيدروليكي، ثم صيانه اجهزه النقل، مراقبه عناصر واشكال العجله، مراقبه واصلاح انظمه النكابح، ايضا الاصلاح وصيانه هيكل السياره، تحليل سلوك المشتري، ضمان الجودة في خدمة الزبناء. كذلك كيقدم واحد المنتوج ديال البيع في المتجر، ثم إدارة المتحصلات وتطبيق تقنيات التسويق وترويج منتوج أو خدمة أو نظام. وقلت بأن الشروط ديال القبول ديالو في هاد الشعبة خصم يكون يفوت السن ديالو 26 سنة، خصوصا للحاصلين على البكالوريا، و30 سنة للحاصلين على الإجازة. والحد الأدنى للمستوى المدرسي المتطلب هو يكون بكالوريا علمي أو تقني. إذا كنكون وصلنا لنهاية الحلقة. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء، ونلتقي
لتشجيعهم ولمساندتهم، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح.